ليس النفط ولا الغاز ثروة من ثروات العراق المهدورة، نعمة سرق منها البترول نورها فبقيت جاثمة في باطن الأرض. ثلثي الكمية الموجودة في كوكبنا تتركز في العراق، ومع ذلك لا تلقى صناعته غير الإهمال، رئة الزراعة والأدوية وأغلب المجالات الحيوية، مصانع المشراق الضخمة للكبريت، الجنة الضائعة التي لا يعرف لها مسرب. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا بآرائك في التعليقات. لأول مرة وعند ذكر العراق وثرواته، لن نتحدث عن النفط والذهب الأسود، وإنما عن الكبريت الخام الرسوبي، أحد أهم دعائم الصناعات الكيميائية. والنقطة التي لا بد من الإشارة إليها قبل كل شيء هي أنه ومن مجمل القشرة الأرضية كلها يمثل هذا العنصر 0.06%، ومع ذلك هو أحد الرباعية الذهبية للصناعات الكيميائية والمتكونة من الحجر الجيري والفحم والملح والكبريت، وهذا الأخير يتم تحويل 85% منه إلى حامض الكبريتيك، وحامض الكبريتيك بدوره يتم تحويل 80% منه لإنتاج الأسمدة، كما يتم استخدامه في المنتجات الغذائية، وأيضا يعتمد كمكمل كيميائي لا يستغنى عنه في سبك المعادن وصناعة الورق والإسمنت، وحتى السكر والمواد الحافظة للأكل والأدوية. والأهم من كل هذا، فالكبريت يعتبر ضروريا في عمليات تكرير البتروليات الاستراتيجية. باختصار شديد، فإن 90% من المواد المحيطة بنا الآن تحتوي بشكل أو بآخر على هذا العنصر أو مشتقاته. وإن كنت تتساءل عن الدول التي حالفها الحظ لتحتوي طبيعتها على عنصر الكبريت، فإننا نقول لك إنه موجود في رواسب إيطاليا، وفي الرواسب البركانية باليابان وإندونيسيا، وكذلك في مروج كندا الغربية للغاز الطبيعي، وغيرها من دول العالم الأخرى. ولكن ما الذي يجعلنا نختار الحديث عن العراق تحديدا في علاقته بإنتاج هذه المادة متجاهلين كل الدول التي سبق ذكرها؟ تكمن الإجابة في حقول المشراق العراقية. حقول المشراق العراقية، إن اختصار ثروة العراق في النفط هو عبارة عن حقيقة ناقصة لابد من إكمالها، وبالتالي تسليط الضوء على الكبريت هناك، وبشكل مخصوص على حقول المشراق الواقعة جنوب مدينة الموصل شمال العراق، والتي تعتبر مصدرا هاما لوجود الكبريت المنجمي. تمتد فيها الرواسب على مساحة 8 كيلومترات، وعلى عمق يتراوح ما بين 80 إلى 300 متر. أما الطبقات الكبريتية فيصل سمكها إلى 50 مترا، تصل نقاوته بحسب المختصين إلى 99%، وينطوي هذا المجال تحت الشركة العامة لكبريت المشراق، والتي بدأت أعمالها منذ سنة 1969، ولكن عمليات الإنتاج الفعلي بدأت في 28 ديسمبر لعام 1971، وذلك بعد إمضاء عقد مع إحدى الشركات البولونية، ليسمى ذلك التاريخ فيما بعد بعيد المناجم العراقية. وبالرغم من توقف الشراكة في سنة 1990، استطاعت حقول المشراق بمصانعها أن تستحوذ لوحدها على ثالث احتياطي في العالم، والذي قدر بقرابة 360 مليون طن أو أكثر بقليل، علما وأن الاحتياطي العالمي من هذا العنصر يقارب 600 مليون طن، لتكون حقول المشراق بذلك أكبر منتج للكبريت الرسوبي في العالم. وهذا ليس غريبا على بلد كالعراق، يضم لوحده ثلثي الكبريت الموجود على كوكب الأرض. ولا يمكن الحديث عن أرقام ضخمة بهذا القدر دون الحديث عن المصانع التي تجند جهودها لذلك، حيث تقوم بعمليات فصل وتنقية عميقة بعد صهر طبقات كبريتية على عمق يتجاوز 150 مترا تحت باطن الأرض. وتعتبر هذه الطرق من تقاليد الصناعة العراقية
التي تعرف بفريش أو سوبر هيت ستيم. وتعمل مصانع العراق هذه على مستوى 3 حقول كبرى، أقلها ينتج احتياطياً كبريتياً قدر ب 65 مليون طن، والثاني تجاوز 66 مليون طن، في حين أن أضخمها يوفر لوحده احتياطياً يبلغ 224 مليون طن. ولا تنصدم بهذه الأرقام، لأن المفاجأة الأكبر تكمن في أن الحقلين الآخرين لا يتم الاستثمار فيهما حتى الآن، ومع ذلك تمثل المساحات المستغلة محرك مجالات حيوية، منها صناعة الأدوية وصناعة البارود، والأهم من كل ذلك مجال الأسمدة والحبوب الزراعية، لتكون بذلك مشاركا فعالا في استراتيجيات الأمن الغذائي العالمي والوطني. كما أن لشركة المشراق خطوطا إنتاجية أخرى تنطوي تحت مصنع الشب أو ما يعرف عمليا بكبريتات الألمنيوم المائية، وأقيم للعمل على تقنيات تصفية المياه، ومنذ 2017 ينتج هذا المصنع كل عام أكثر من 80,000 طن من مادة الشب بمواصفات تفوق جودتها تلك الكميات المستوردة من الخارج. المصنع الآخر مختص في إنتاج الكبريت الزراعي، العنصر الاستراتيجي الموجه لحماية المحاصيل والتصدي للآفات التي تفتك بالزراعة. يبقى الكبريت الرسوبي المنجمي العراقي الذي تكون بفعل تراكمات ملايين السنين من أجود أنواع الكبريت وأكثرها تميزاً، نظراً وأنه يحافظ على خاصية هامة، وهي احتوائه على أكثر عدد من المواد العضوية، على خلاف الكبريت الذي يتم إنتاجه حالياً بالتزامن مع عمليات استخراج النفط والغاز. ومع ذلك ومنذ 2003 بدأ هذا المجال يتهاوى شيئا فشيئا. ثروة العراق تضمحل. الإهمال، الشبح الذي يهدد أحد ركائز الاقتصاد العراقي. توتر الأوضاع في العراق أدى إلى توقف الإنتاج منذ عام 2003، كما أن الاعتماد على الوسائل التقليدية في عمليات المعالجة بسبب عدم الاستثمار في الطرق الحديثة، كل ذلك فتح بوابة أزمة بيئية كبيرة جراء التلوث الناجم عن مخلفات الكبريت غير المعالجة، علما وأنه لو يتم تحديث طرق الاستخراج فإنه لن يتم تفادي أزمة بيئية فقط، بل سيفتح ذلك المجال أمام العراق لتوفير عائدات مالية مضاعفة، إلى جانب إنتاجه لكبريت خال تماما من المخلفات، وبالتالي نقي 100%. وحسب الخبراء فإن الوضع بات يتطلب استراتيجيات فعالة لإعادة تشغيل الحقول ومباشرة التصدير، وأنه لابد من مخططات تصب اهتمامها على هذا المجال بنفس الجهد الذي يبذل على قطاعي النفط والغاز. ورغم أن بعض المصادر تشير إلى أنه تم إعادة تشغيل بعض معامل كبريت المشراق، فإن الوضع ما زال ضبابياً في ظل غياب خطة واضحة وعدم استقرار الأوضاع بالمنطقة، التي أثرت بدورها على محاولات الإصلاح، ومنها عملية استيراد مصنع حديث من أمريكا بقيمة 80 مليون دولار، وهي صفقة بقيت حبرا على ورق، نظرا وأن تنصيب المصانع لم يتم وبقيت مخزنة في موانئ البصرة. ومن جهة أخرى واجهت حقول المشراق ولمرات متكررة عمليات حرق خلال فترة النزاعات عمقت وأزمت الوضع أكثر. ولكن في خضم كل هذا يمكن القول إن هناك بريقا من الأمل قد لاح في الأفق خلال العام المنصرم، عندما أعلن العراق عن خروج أول باخرة كبريت موجهة للتصدير نحو الهند بقيمة 4,000 طن. واعتبرت هذه الخطوة كحجر أساس لبداية استثمار عراقي شق طريقه نحو قطاعات أخرى بعيدة عن النفط، الذي حجب الرؤية عن ثروات أخرى ظلت لسنوات جاثمة في باطن الأرض. فهل يكون ذلك فعلا بداية فصل تنطلق أحداثه من حقول المشراق ليكتب حقبة جديدة من صناعات واقتصاد العراق؟